نحن وياكم نتحول مباشرة للقاء الجديد بجمعنا بدكتور حنينا أبي نادر. دكتور حنينا أبي نادر اختصاصي بالطب الوقائي. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح النور شعنين، مبارك لك. مرسي. للجميع أكيد، للجميع نتشارك كلنا بأعيادنا. دكتور، اليوم يعني أسبوع الماضي حكينا عن علاقة السكري بالكورونا، يعني الكورونا هي محور يعني اللقاءات عم بتكون، إنما كل مرة بناخدها من جانب آخر ومن علاقة مرض معين مع الكورونا. التنين الماضي كنا بالسكر والكورونا، اليوم الضغط والكورونا. أدي في ارتباط بين إصابة الكورونا وبين ارتفاع الضغط عند الإنسان؟ أوكي، أكيد. جمعة الماضي قلنا الارتباط بين السكر والكورونا كان بشكل كتير كبير، يعني نسبة الوفيات قلناها من 2.7 عند الناس العاديين بترتفع ل 7.8 إذا حدا عنده سكري. قديش يعني عم بتزيد تقريبا ضرب 3-4 مرات. بخصوص الضغط بعد ما ريسك فاكتور مباشر بالأوبسرفيشنال، يعني كمراقبة من برا بنفضل مريض الكورونا هو عنده كورونا يكون ضغطه مرجلج أكيد، إنما بعد ما فيها الترابط الكبير كيف السكري والكورونا ضغط والكورونا بعدها unclear، إنما الأكيد أنه القلب هو ريسك فاكتور، يعني اللي عنده مشاكل بالقلب أو حتى الرسور هي مشاكل القلب مثل الأوفرويت، وزن زايد، سكري، قلنا القلب، واللي عم بيغسل الكلى واللي عنده كانسر، هو كلهم ربطناه هون، واللي عنده ضعف مناعة بالكورونا أكتر كريسك فاكتورز بقى. يعني حالات الضغط ممكن تكون موجودة أو الإصابة بكورونا فيروس هي تكون عامل لارتفاع الضغط؟ أوكي، حاليا بعد ما في أي ستادي بتبرهن أنه هي الكورونا هتعلي الضغط، إنما وين المشكلة؟ المشكلة أنه 50% من الناس فوق عمر 60 بلبنان عندهم ضغط، 50% منهم ما بياخدوا دواء. المشكلة أنه عندك بالعالم 16% ناس عندها ضغط ما أنا عارفة. المشكلة أنه عندك الضغط بيجي أوقات asymptomatic، يعني بدون أي عارض، فهون بتصور أنا بتكمن الأمور. إنما إذا واحد كان عنده ضغط ومرجلجة بالمبدأ بعد لهلأ ما في أرقام بارتفاع نسبة الوفيات عند مرضى الكورونا اللي بيصابوا بالكورونا إذا كان عندهم ضغط. هذه هي الفكرة الأساسية. وبأنه عم نحكي كورونا، في اليوم معلومة كتير مهمة إذا هي حديث إذا بدك الناس كلها إذا بهمك تعرفها، يعني عم نحكي هذه من 3 أيام بعت ليها الحكيم من أمريكا للدراسة، أنه إذا نصبت أنت بكورونا أي متى بدك تأخذ اللقاح؟ هذا السؤال أكتر شيء بينطرح اليوم. أنا نصبت بكورونا، الدراسات هلأ بتقول أن بعد ما تصح بالكورونا بالضبط على الشهر نص 6 أسابيع بتفرج الدراسات أنه أقوى مناعة بتكتسبها بدوز وحدة مش 2 دوز بعد 6 أسابيع لما تشفى من الكورونا. يعني هيدي المعلومة دحضت النظرية السابقة أنه من بعد 3 أشهر لكن يعني خلص من المناعة لجسمه فرزها من بعد إصابته وشفائه بكورونا. أوكي، مش معناته انه ما فيك انت الكتيفلي تقول بدي اعملها بعد 3 اشهر، انما نحن عم نقول كايمونوجلوبولين كمضاد دفاعي اعلى نسبه. انما مش معناته انه اذا عملتها بعد 3 اشهر لاسباب انه ما في لقاح بكل انواع الفاكسان، يعني جرعه واحده بتكفي ساعتها. يس، وهذا بجمعه جيب بحط السلايد على شاشتكم الكريم، بحط السلايد لانه بالنهايه في لها ريفرنس ولها دراسات وتعبينين عليها اللي عملوها. هلا اكثر سؤال تنسال كمان، انا عملت اللقاح بعد يومين صبت بكورونا، كوينسيدنس انت مصاب بكورونا يمكن من 4 أيام ما خص اللقاح، هلا بلشت العوارض. ايه بس اللقاح راح هون مزبوط، بيسالوك انه راحت فعاليته خلص. يعني كانه ما عملناه. ايه خلص بدك ترجع تحسبها من الصفر وترجع بعد 6 أسابيع من الشفاء، يعني بي سي ار نيجاتيف او 10 ايام بدون اي عارض كورونا بالكورونا، خلص بتساعتها بتحسبها شهر ونص وبترجع تبلش عن جديد. يعني نظرية المعلومة الأولى إن شاء الله تتأكد هيك بيصير في تسريع بعملية اللقاح، خاصة يعني استيراد عم بيكون شوي بطيء، عملية التطعيم كمان عم بتكون طولوها 12 ويكس، يعني أول دوز ثاني دوز مددوها لثلاث أشهر لأنه شافوا أنه 90% من الناس من بعد ما يعملوا اي جي جي بس هيدا محصول فقط بالأسترازينيكا صح؟ لا بالفايزر كمان. كمان رح لك ليه لي. لأنه الوزارة قالت أنه من بعد جمعتين من أول جرعة 90% عم بيعملوا مناعة. اوكي، فتيلقحوا غير عالم ما تدوها لثلاث أشهر. خطوة مهمة بس مش كافية، أكيد لازم نكون أسرع، فينا نكون أسرع. على كل حال اليوم بالهند طالع الصرخة، ما بعرف شو هي لأنه الانتشار السريع وأرقام يعني مشكلة بالأكسجين وفرنسا بدها تساعدهم. صح، ارقام خياليه اللي انا قلتها اذا فاق معك من اول ما كنا نطلع انه الكورونا حتبلش بالدول المتطوره بقوه، وبس بلش تضعف بالدول المتطوره حتسمعها بالشرق الاوسط اكثر وبالهند وباكستان، ويعني بلشت على كل حال
بلشت. دكتور نحن عندنا مجموعة من الصور هيك بنجسد فيهم العلاقة بين كورونا وبين الضغط، رح نشوفهم تباعا إذا بتسمح. اللي بالكالسيوم إذا عندك يعني هايبركالسيميا، نسبة الكالسيوم عالية بالدم وعندك ضغط، لازم يوتر تيتركلش ضغطك. هذه معلومة كتير مهمة للمشاهد. اوكي، هذا كل هدفي من هذا السلايد. يعني هون ضروري نعمل فحوصاتنا يعني نحن واثناء كورونا قادرين، لا مضطرين نعمل الحجر 14 يوم. اللي انا عن نهار رقم 8 كورونا بعمل فحص دم مرتبط بكل شيء كورونا. واوقات برجع بعيده بعد 5 إلى 7 أيام. نعم. اوكي، تنشوف الانترلوكين بس طبعا بتكونوا يعني بوقايه تامه لان المريض بعده الكورونا فيروس بجسمه. بضل اخذ بريكوشن مضبوط 100%، حتى لو انا عندي الاي جي جي بوزيتيف. بنشلي بالمرضى الضغط انه اوقات بيعملوا emergency، يعني بيوصل على الطوارئ، اذا عمل سيريبرال انفاركشن يعني براسه جلطه، بيجيك مش ضروري يجيك بتفكره انه تنسى انه الضغط وهي ممكن تكون ضغط، بيقول لك انا نظري بابا عم بقشع، دايخ، وجع راس، مش عم بقدر احكي، ضعف عضلي بالوجه. طيب ضغط، مش كل واحد بيجي على الطوارئ يعني انفكسيون او جلطه مرض ضغط، فيها تكون emergency organ failure، في فشل بعضو، فيها تكون urgency يعني مثلا 18 على 12 بس من دون اي organ dysfunction، يعني بعده الكلى والقلب عم يشتغلوا منيح. اوكي، بقى بننتبه من قصه الجلطات المايوكارديال انفاركشن يلي بينجوا عن الضغط. مو بحب اقول انه اذا واحد عنده ضغط 8 ل 20 ما تحكم بيعمل organ failure، يعني 8 ل 20 عندك ضغط وما تحكم ضغط، يعني بيفشلوا الكلى مثلا او بيفشل القلب مثلا للاسف. الصورة اللي قبلك يعني واحد بتجيم، بتشوف واحد عنده عضلات ضغطه عالي عم بياخد ستيرويدز، فكمان انتبه الناس اللي بياخدوا ستيرويدز للعضلات بيعلى ضغطهم، مثل نفس الشيء المرأة الصغيرة بالعمر بيعلى ضغطها لأنه عم تاخد او سي بي يعني حبوب منع الحمل، صح؟ ما بقى بتحبل، وعند الصغار كتير بالعمر مثلا واحد عمره كم سنة بقى تفكر بالكلى، الكلى بتعمل ضغط عندهم، مشاكل الكلى. وهودي اذا تفاعلوا كلهم مع بعضهم مع كورونا يعني بتكون نتيجه كارثيه 100%. لا عم نشوف شو عم تعمل كورونا، اوقات عم تعمل فشل كلوي، ونحن استقبلنا اكثر من طبيب صح كلى وحكي انه مثار مدار واثار الكورونا على اللي عندهم امراض الكلى، وبالتالي ممكن يكونوا مسببين صح لفشل كلوي ايضا. من ضمنها فيها تكون الرابدومايوليسيز يلي هي خطره كثير على الصحه. بنعرف نحن مرضى الكلى مع الكورونا قديش نسبه الوفيات عاليه جدا مرتفع عندهم. كل هدف نقول انه في يكون عندك ضغط لاسباب برايمري ما بنعرفها اللي 90%، و2 ل 10% فيها تكون سيكندري، عم تاخذ دواء، بتاخذ ستيرويد صح من الكلى وهيك اشياء. نعم. رح نشوف كمان صوره. انا بالستريس كثير بالبلد بحط بطاط المغرق لي هذا البطاط تبعنا هيك بشويه، يعني بتعرف هلا وصلنا خبرية قبل ما نجي كمان انه صار في جراد بدبي، ستريس كله ستريس، اخبار على البلاكين. على كل حال رح نحكي هلا مع ضيفنا سيد دومت كامل عن الجراد وكيفية مكافحته. اللي هيدي الصورة كتير مهمة، لأنه كمان ضغط قلنا سيكندري في يكون بسبب شيء، يعني مش ضروري يكون برايمري، يعني أنت فوق 60 حدا بالعيلة عنده جينيا، انفايرمنت، ايديوباتيك ما بنعرف، سليب أبنيا، يعني واحد بتلاقيه عم بينام عم بيقطش نفسه 10 مرات بس بالدقيقة، عنده أبنيا دي سومي بيعمل ضغط اكثر. هون كله كمان كله هيدا عم بيضاعف مناعتك بالكورونا، وعم بتكون انت عرضه لمكافحه هذا الفيروس بجسمك بشكل أسوأ. هيدي هي الفكره يعني. هلا البط بالمغرق هو جزء من العلاج. اللي عنده ارتفاع ضغط يطلع يريح حاله فوق، تعريف. او اللي عنده كورونا يعمل فتره الحجر 14 يوم بالطبيعه مع برك المي مع البط ومع يعني الثروه الحرجيه اللي بتتميز فيها المنطقه. جد اللي هي انه شو بدي اقول لك، عم نجرب نخلي العالم تعمل كل شيء انتي ستريس، الناس ستريس عرفت، ناس مشنجه واخبار البشع وكذا، جرب غير لهم جو بشي صوره من الصور، ما عاد دعايه، نوع من الدعايه. منك هين، هيدا تاثير العلاج عن بعد عم بخليك تفوت اكثر بقصص الميديا، تلماد وقصص صح. طيب دكتور خليني أعطي مجال كمان للمشاهدين إذا حدا عنده أي سؤال، خاصة اللي عاشوا اختبار كورونا وشوفوا منه بإذن الله. إن شاء الله يا رب الكل بينالوا نعمة الشفاء. فيكم تحكونا على 01-491. أنا رح ضل مركز على هالاتجاه لأن إذا بكفي أطلع بالمونيتور يا بصير عندي لقوة أو بصير عندي تشنج عضلي. إيه والله لاحظت على القصة أنا. طيب دكتور
عادة لما بيكون يعني المريض عنده ضغط طبيعي عم يستشير طبيب، الأدوية اللي بيخدها للحماية من كورونا أو بيضطر ياخذ أنتيبيوتيك، في أي دراسات بتقول أنه بتتعارض مع أدوية الضغط شو ما كانت نوعيته أو شو ما كانت دوزاج تبع الضغط؟ أوكي، سؤالك بمحله، لأنه الدواء اللي عم نعطيه الأنتيبيوتيك الفلوكساسين عادة اللي لا ما عم بيتعارض، ما في كونترا انديكاسيون مع أدوية الضغط، لا. بس هو اوقات بيعلى شويه ضغط لما انت تشنج تشرب قهوه مثلا، طالع درج بسرعه ممكن يكون على لفتره، بشدد على الكافيين ما ناخذ ضغطنا نكون قاعدين 5 دقائق ناخذه بايد، نرجع نطول 5 دقائق ناخذه بالثاني ايد. فممكن اذا بدك واحد كان ستريسفل بيعمل كورتيزول، بينتج كورتيزول، كورتيزول بيعلى السكري والضغط ايدي، لان ستريس بيعلى الكورتيزول. اوكي، مهم المعلومه. وما انتبه كمان ما يكون عندهم مشاكل غدد، لانه في ناس بيجون عندك عندهم مشاكل غدد بخربت الضغط والكوليسترول. نعم. على 01-491-702 معنا اتصال ليحكوا معك دكتور حنينا ابي نادر. الو، صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. الله يعافيك، شكرا. بدي احكي مع الدكتور. تفضلي، عم بيسمعك. ايه، حكيم حبيب قلبي. بدي اقول لك، في انا اجل لك اصبعي حد الباهم باجري، عمل بول وحرق حرق حرق، بعدين ارتخى، يعني ما في عصب ابدا. في له دواء؟ هيدا شو دواء؟ إبري، دواء، مبعد. طيب هلا هون اكيد يمكن اوقات بدك دبليتمون بعد الحريق، بشوفها الحكيم الطوارئ بيعمل دبليتمون، يمكن بدها حكيم جلد او 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 تجميل، ولكن عاده من حد دواء الفلامازين بنغطيه، ولكن انتبه لانه في عندك فيرست سكند ثيرد ديجري بيرن حسب الحاله، فما تاخد حكي على يعني اصلا بدها طبيب مختص، خلينا نقول ايه اذا كان ديب وون، لانه ممكن تعمل كمان انفكسيون. نعم. فاذا هي سالتني الكريم فلامازين، انما هو هلا العلاج بحلتها لا. نعم، بس بالعادة مدام يعني عم بتتابع طبيب معين؟ لا لا، صارت معي بهالأيام وما فينا نشوف حكيم. نعم نعم، بس عم بتقولي أوقات عم يعني عم بيعمل حد الأصبع الثاني عم بيعمل حريق كتير، وأوقات بتحسيه ما انه موجود، كان هيك انا فهمت. ما في اي رخو رخو رخو، يعني بيبقى لك هون يعني في على الباهم. نعم. اوكي، يمكن يكون في دمج على النيرف هون. ايه. بنعمل فحص فيزيك ونشوف البو هون. طيب الكريم بحالتها اذا ما فايدة بيضر شيء؟ انا هون بقول لها شوف الطبيب، ما بيضرها بس منه العلاج. شو هو؟ الفلامازين. اوكي، في المابو، ولكن برجع بقول اذا الووند ديب مدام فافضل حدا يشوفها بالطوارئ او انا بالكلينيك، يعني ما بدنا نعمل كومبليكاسيون اوف ا بيرن، صح؟ نعم، يعني حتى بس نكون عم نقدر نساعدها، لان بيظهر انه ما انا قادره تشوف طبيب. بدك تشوف الحريق، هلا قلت لها في سكري اللي ما حسه، يعني أوكي. في كثير سكري ما حسه، كمان تياب البوليستر اللي بيولعوا اسرع. ما هو مشكلتك المشكله من الدي بتجرج يعني المشاكل، كمان تراقب السكري عند المدام. ايه مزبوط، صح، يعني فتح له يعني انه خذ السكري بركي عليه معك انت ما حسيتي هالحريق. واذا بدها تجرب، لان ما قلت لي ما فيها خساره وما فيها اي ضرر. إيه، لانه بانتظار انه يكون عندها يمكن مجال بفعل كورونا او غير كورونا. اليوم كمان ما بدنا نستحي من بعض، هلا هون اذا انه الازمه الماديه بتخلينا نجرب قد ما فينا، نتحاشى انه نقصد طبيب. بضل في او بي دي، بضل في طرق، يعني كل المستشفيات عندها نهار مخصص للناس اللي ما بتقدر، بيعملوا او بي دي، بينطروا شوي اكثر معلش، بيتحكموا في فايلات بالسنه ب 20,000. انا بدي ادعي الكل، اوقات مش بس لسبب مادي، اوقات هن ما عندهم هيدي البوش انه يدوروا لو يروح عند الطبيب اكثر من اسباب ماديه احيانا، بيلعب دوره. خلينا نكون صادقين، اكيد يعطيها العافيه مدام، بالعكس الله يقويها. كمان رح ناخذ اتصال على 01-491-702، وخلينا نذكر يعني الفقره الطبيه على يعني الاو تي في من برنامج يوم جديد، هي منا معاينه مباشره على الهواء، هي استفسار. بنكون يمكن عندنا حاله معينه عم نستشير طبيبنا، عندنا طبيب عم بيتابعنا، بنحب اوقات نتاكد من المعلومه، اوقات يمكن بتجد علينا عوارض كتير مش قادرين نتواصل مع طبيبنا، بنستفيد من الطبيب الموجود معنا بالاستوديو حتى يعني نوقف هيك على رايه، ناخذ معلومات اكثر، لان كثير من الاشخاص وبلبنان بيقولوا كثر اسئله، يعني اسال اكثر من طبيب، لان كل طبيب بيكون عنده وجهة نظر. نحن من هيدا المنطلق يعني حتى ما لا نحرج حالنا ولا نحرجكم، منا يعني كلينيك مباشرة على الهواء، هي استفسار اكثر لنفهم الحالة وكيفية معالجتها، وبالتالي يمكن الضيف يوجهنا عن صاحب اختصاص معين نقدر نقصده تا يحكمنا بالنسبة للحالة اللي عم نعاني منها. الو، صباح الخير. الو، بونجور مدام. هلا، بونجور، يا هلا، تفضلي. بقدر احكي مع الحكيم؟ اكيد. بدي اقول لك شيء، انا من جمعتين اخذت الجرعه الثانيه من فايزر. نعم.
ثاني يوم صار عندي وجع راس كتير قوي، أخذت 8 حبات بنادول لحتى رقت شوي، يعني كان نهار تنين وقت أخذته، الثلاثة كتير تضايقت، الأربعة الخميس صرت منيحة. هلا هالجمعة هيدي رجع وجع راسي، صار معي دوخة، وهلا عيني زايغين، يعني عم بتطلع فيك على التلفزيون عيني هيك زايغة، بدي سكر عين اليمين لحتى أقشع تقريبا مزبوط، وما عم بقدر أتوازن. هلا رحت عند الحكيم قال لي يمكن من دينيك الدوخة، أخذت أعطاني دوخة، وعم فكر بدي أروح عند دكتور العيون كمان، بس أنت شو رأيك؟ بحب أعرف. وميرسي لك. سلامة قلبك مدام، خليك معنا، بركة بدي أسألك شي سؤال مدام، بس هو بالإجمال يعني لما بتخضع على أكين أول جرعة ولا تاني جرعة بيقولوا لك انه ممكن توعى تلاقي عندك وجع راس، جسمك مهدود. عطيني جرعه اكثر كمان. عطيني جرعه، يعني هيدي الدراسه لاحظت انه ديني جرعه المضاعفات اكثر، وجع بالكتف، جسم مهدود، في ناس بيصير عندهم نوع من الغثيان. الغدد الليمفاويه بتورى مقويات. يعني المدام نورمال. صح. قالت يومين ثلاثه هيدا مداها مع هالقد عدد كميه وجع الراس ايه عندها. سايد افكت من الفايزر. نعم. بس هلا بعد اسبوع يعني شك. هلا موسم فيروسات كثير، فيها تكون لابيرانتايتس، فيها تكون الدينه، فيها تكون على ضغطه، وبدها تشوف حكيم عيون، ساعتها بس شوفوا انتجنا عنا، بنشوف شو اللي صاير معها، عصبت على السكري، ضغطه، بنرجع على هايبرتنشن، على ضغطه كثير. يعني خلينا، انا بتصور يمكن فهمت سؤالها، وانا محلها بسال نفس الشيء، منه ريليتد، ما له علاقه بالثاني فاكسان اللي العوارض شك. يعني قطع جمعه بيناتهم، قطع جمعه في بلورد فيجن. بلورد فيجن يمكن الصدف سيئبت انه يكون عندها مشاكل ببنايه وبعينيه، هن اللي عم يعملوا لها هيدا الدوخه 100%. او في فيروس فايرال لابيرانتايتس. هلا موسم كتير بتلاقي هلا في ناس عم تشكي من فيروسات صغيره بتقطع بجسمها، جاسترونتريت صح، وهيك اشياء. ما ننسى انه في فيروس كمان بيضرب الدينه، بيعمل دوخه ل 10 ايام اوقات، لابيرانتايتس فايرال. كما انه ممكن يكون عليه مع السكري والضغط. يعني هلا هو بشك انه يكون من الفاكسان حسب ما خبرتني الاستواء، لانه بلش وجع راس راح على جمعه. نعم. ايه. بعد جمعه عاودت. لا ليس لايكلي. يعني طبعا هي رح تقصد طبيب عيون. ايه. مش غلط. ودينين. بس دينين قال لها مش دينين، عيون بدها تشوف، قال من بعد ما تشوف حكيم عيون تتواصل. بس بهالوقت هي حتى تساعد الطبيب تاخذ ضغطه يوميا، فيها تاخذ ضغطه والسكري. اذا عندها ما كانت تزين السكري صح. كمان لان الطبيب راح يسال عن السكري، عندك ضغط قد ايه. انا ايش لعندي شو بدي اعملها؟ نورولوجيك اكزام، اكزامين نورولوجيك، يعني أوكي. بتشوف اذا في شيء اسوسييتد مع الاشياء اللي عندها اياها. اوكي. بياخذ 5 دقائق هذا الفحص بينعمل سريريا. اوكي. وعلى اساسه ممكن تطلب فحوصات دم. هيدي هي. اوكي. وفي حال انه بين شيء بتتحول من قبلكم لطبيب مختص اكيد. ب10% من الحالات اوقات عم نرجع نحول، انما ب90% من الحالات بيكون اوقات خلص الحل نوعا ما. اللي عنا سلامتك مدام، ويعني بنتمنى هيك نكون قدرنا فدناك. اهم شيء راقبه ضغطك، راقبه سكري عندك، وبالتالي يعني عم تعملي صح انك تستشيري الاطباء المختصين. ممكن تكون مشكله من الدينين او من العيون، او يمكن كمان ارتفاع بالضغط، يكون شيء جنرال او فيروس موسمي. هلا ممكن. نعم. رح نتابع معكم ومع اتصالاتكم على 01 491 702. دكتور طالما عم نحكي نحن عن علاقة الضغط مع كورونا، مرقت فترة شفنا إصابات بكورونا، يعني صار بالألف وخمسة هيدا الأفرج، 1200 1300، حالات الوفيات مستقرة على للأسف يعني على 30 31 32 حالة وفاة. امبارح 24 توتال، صار 6000 في لبنان. نعم. كانوا عم بيقولوا انه على 10000 بصير عندك الهيرد اميونتي، المناعة تبع القطيع، مناعة القطيع. وبارح بالألف اصابة، بس الاحد بيكونوا اقل لانه بي سي ار اكثر، بتوقع اليوم بال2000. بس يعني السؤال كنت بدي اطرحه عليك، لاحظنا نحن كناس يمكن ما عدنا سمعنا كثير، او الاعلام ما عاد ضوى كثير لان صار في اولويات اكثر من كورونا، انه بطلت يعني كورونا عم بتصيب الاشخاص، عم يضطروا يفوتوا على المستشفيات، وهذا الشيء سمعناه من مدراء مستشفيات خفت بالاي سي يو. ما هيك؟ الاسباب كثيره هذي. شو؟ اول شيء اللقاح. اوكي. ثاني شيء نحن بلبنان رح ندق ب 600,000 مصاب. بس هون ما خص الفاكسان. ما رح اقول لك. لان الناس يعني مش اخذ الفاكسان، وقلت لي من شوي اذا اخذ الفاكسان بعد يومين عمل كورونا راحت مفعول الفاكسان. صح. عم نحكي عن الناس بعد ما اخذوا الفاكسان عم بيلقطوا الكورونا، عم تكون العوارض خفيفه. شو اللي تغير؟ رح اقول لك شو اللي صاير لي. هو بلبنان عم بيقول رح ندق ب 600,000 مصاب. اوكي. ما تنسى عندك بلبنان 4 مليون، عندك قسم كبير تحت 18 سنه. اوكي. وعندك اللي فوق ال 50
ما انت بدك تاخذها عمريا هون، معك حب اللي قلته بس بدك تاخذها عمريا، صاروا عم بيطعموا ان كان فايزر او استرازينيكا. اوكي، فاذا شو صار عندك؟ العمر الكبير اللي بفوت اكثر شيء اس يو عم بيطعم، تحت ال 50 اقل يفوت، هيدا عامل. بعدين قليل لما نقول 600 الف اصابه بلبنان، خلينا نكون صريحين، يعني ضرب اثنين وثلاثه اللي مصابين، يعني حندق ب 50% 60% من الناس، صح؟ ان كان مصابين او عندهم مناعه او عم بيلقطوه مره ثانيه باخف عوارض، كله هيدا احتمالات. نعم بقى هي يعني عم بيطلبوا منا ناكد المعلومه اللي قلتها حضرتك، والتنين القادم قلت لي رح تعطيني اياها بالاثباتات. ببعث اليوم ايميل للبروديوسر شادية اللي مرق لك المعلومه انه دراسات معي اياها هلا، يمكن بعد ست اسابيع، يعني بعد شهر ونص الشفاء من كورونا هو جاهز ليتلقى جرعه من فاكسان شو ما كانت نوعيته، ويمكن يكتفي بجرعه واحده 100% توفي الغرض 100%. لان مع فبركه الجسم للمناعه ومع الفاكسان عملنا هيدي المناعه القويه للجسم حتى يواجه هيدا الفيروس. معنا اياها على التليفون اذا بدك هلا، وببعثها ايميل للبروفيسور تنين القادم. اوكي، بنحطها، بتاكد المعلومه وبتحط السلايدز. ناخذ اتصال اخير بفقرتنا معك دكتور ابي نادر. الو، صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا مدام. اهلا. ليك اذا بتريد بس بدي اسال انا الدكتور سؤال، انه ما بعرف بحكي لي بقول لك اياه. تفضلي تفضلي. اوكي، انه انا مثلا بس عمري شيء 67 سنه، هل انه ضروره اخذ مسيل للدم؟ يعني انا ما عندي اي اشكالات بتاني بشيء، بس انه ضروري اخذه هلا؟ انا ما بعد ما طعمت اسا، وهالفترة هيدي يمكن يجي اسمه هيك شيء، بس نعم. ضروري إيه؟ يعني ما بتشكي من مشاكل قلب لا سمح الله؟ لا، ما لا عندك لا أمراض لا مزمنة؟ حتى بس نتفي مرة هيك صار، بتعرف التوتر نتفي صغيرة، يعني هيدا حدا بالعيلة عنده جلطات؟ وصف لي، أعطاني الدكتور كونكور سينك، هيدا نعم خف شيء، قال لي نعم ما بيعمل شيء هيدا، منو يعني هالضغط. طيب ستنا كله تمام. ستنا عم يسألك الدكتور، عندك حدا بالعيلة يعني كان عرضة لجلطات قلبية؟ لا الحمد لله. ما في زملي، ما في زملي، لأن الأسبرين كمان عنده عوارض. بيعمل، ما هي أنا هيك من هالناحية. بيعمل ألسرز. يعني بسألك شوف. وصل سؤالك مدام. إذا بدك تسمعينا من التلفزيون، خلينا نسمع دكتور حنينا أبي نادر شو بدي يقول بالنسبة ل الأسبرين عنده عوارض. إذا أخذت حبة أسبرين واحد بيقلب على راسه بيعمل نزيف. بس الدكتور يعني في كتار من الأطباء بيقول لك بس تتخطى الخمسين سنة على صحة السلامة خد حبة أسبرين. حقيقة ديبيتبل، مش كل الحكمة، حتى حكمة القلب بيعرف، خاصة المدخنين لأنهن عرضة لجلطة. إذا عندك رب وما بيسوى الأسبرين، إذا عندك نازل بوليب يعني لحمية بالمنخور ما بيسوى، إذا عندك أرحب المعدة ما بيسوى، إذا عندك مشاكل بالكلى ما بيسوى، إذا أنت عم تاكل ضربات على راسك ما بيسوى، بتعمل نزيف. نعم. بسمي لك خمس أسباب ما بنعطي معهم الأسبرين. بعدين واحد بيبقى عم ياخذ بلافيكس بده ياخذ أسبرين، لا ليش؟ لوفينوكس ليش؟ يعني كمان هم حكيم القلب مش كلهم بيوصفوا فوق الخمسين، بس في أوقات اللي بيصير إلحاح من مريضه بياخذ بيقول له خذها. نعم. يعني بيكون خلص إنه مريضه كتير تعبه الموضوع. نعم. حكم القلب بيعرفوا كتير منيح إنه الأسبرين ما بينوصف في كل الحالات، في تابلو. نعم. عندك ضغط سكري، كوليسترول، حدا بالعيلة عنده جلطات، فحوصات دم. بس اللي عم لاحظه انه الحمد لله انه عندنا هيدا الوعي. في كثير من الاشخاص، في ست صديقه لإلي عندها مشاكل بالمعده، اتصلت بطبيبه قال لها بحالتك قبل بعشرة ايام تاخذي مسيل للدم، وبعد اسبوعين من انه تعمل الفاكسان، وما تعطي الهم اي نوع فيك تروح عليه وكلهم فعال. بياخذوا حمايه للمعده. يعني في ناس بياخذوا حمايه للمعده ساعتها، فهمت شو؟ يعني هون بضل في انه اعطيها يمكن معها حمايه للمعده، هذه هي. طيب خليني هيك اختم كمان بسؤال، اللي بده يروح يعمل فاكسان، انا صارت معي، يعني بدنا نشكر اداره الاو تي في، يعني حتى نكون اليوم نحن وياكم لايف بالستوديو، بدنا نحمي حالنا، فخضعنا لاول جرعه من سبوتنيك. كنا عم نسال يا ترى ضروري نروح نعمل بي سي ار قبل لنعرف حالنا اذا نحن مصابين ولا لا؟ لا لا ابدا. انا عملت الاي جي جي لطمن بالي. شو طلع؟ طلع زيرو. هيدا قبل الطعم او بعده؟ قبله. أوكي. قبله، فقالوا لي باللابوراتوار فيك تعمله اكيد لانك انت ما عملت الكورونا وما عندك هيدا المناعه اللي بتاخذها من بعد اصابتك بالكورونا لما بتتماثل للشفاء، وهيك صار. فمنن ابدا مضطرين يروحوا يعملوا بي سي ار قبل الفاكسان. لا لا الا اذا عنده عوارض. اوكي. يعني لان قلت قبل شوي بتعرف ليه سالوا هيدا السؤال، لان قلت انه عمل فاكسان بعد يومين ثلاثه عمل كورونا. صدفه هون ما تسال، بيفوت يعني عندك تروجور يمكن انت لاقي الكورونا ما عندك العوارض، صح؟ دونك نعم
بقى هي اخر صوره فيها. لدكتور ابي نادر لكل مواقعه وكيفيه الاتصال والتواصل مع دكتور حنينا ابي نادر. خليني اول شيء اسال اتشكرك حضرتك واتشكر البروديوسر واتشكر المتصلين الي. هيدي صاروا يعرفوه جميع المشاهدين. وما ننسى اليوتيوب قريبا رح ننزل حلقاتنا كمان قصه منهم على اليوتيوب. اليوتيوب شانل هي دكتور حنينا ابي نادر مثل ما مكتوبه انستا الي مكتوبة كمان تشانل جديدة على اليوتيوب منحط كمان أكيد قسم كبير من حديثنا عليها شوي شوي مثل ما بيقولوا عم نقلع. ونحن جاهزين بأي وقت نساعد الكل اللي بالتوعية وبالأسئلة وأكيد بعدنا مستمرين بالتليمد. نعم وويب سايت الأو تي في كمان يعني ايه كل مزبوط. المقابلات أنا عم بحط المقابلات وبينعمل لها كمان أنوس وبتنزل بال أنا عم بحطهم على البيج تبعي من اليوتيوب مش تبع زي بعضنا بس بقول للمشاهدين يعني لا هي أساس يعطيهم بفوتوا لعندك وبيفوتوا على سايت الأو تي في بيحضروا الريران حتى عم نحط السايت الأو تي في قبل أوكي ميرسي فيي اقول لك ميرسي لا اوكي حتبقى استطيبت يعطيك العافيه هلا انبسطت بالمدام قالت زهرقت انه فكرت انه انت اللي زهرت هي كان عندها مشكله بالضغط يمكن مرتفع لا بدي ريحك في حلقه وصلت 30000 فيو حاملين بوست على الاو تي في ما تعتلم عم ريحك لا يعطيكم العافيه وشكرا للاو تي في ونحن مبسوطين فيك دكتور حنين ابي نادر شكرا لحضورك معنا مشاهدينا رح نروح الى فاصل اعلاني بيبقى عندنا ضيفين سيد دومت كامل رئيس حزب البيئه العالمي رح نحكي عن الجراد اللي عم بيطال عدد من مناطق اللبنانيه رح نحكي مع مدرب العلاقات ولغه الجسد جون خوري لنحكي عن العلاقات العاطفيه والديتنج انت طمن بالك تزوجت صار عندك بيبي الله يخلي لك اياها الا اللهم اذا بدك تزعبر بنروح الى فاصل ومنتابع